أهلاً وسهلاً بكم بقناة عالم الفن. زواج الفنانة نادين تحسين بيك تفاجئ الجميع، ومن يكون عريسها ومعلومات عنها. قال الفنان السوري حسام تحسين بيك أن ابنته الفنانة نادين خطبت للفنان إياد عيسى، مؤكدا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بارتباط الثنائي. وأضاف في تصريحات صحفية أن الثنائي يستعدان للزواج رسميا في الفترة المقبلة، إذا إنهم حاليا في فترة الخطوبة. وظهرت نادين وإياد منسجمين أثناء رقصهما في حفل زفاف الفنان كرم الشعراني وميرنا عبد الحي الذي أقيم في العاصمة السورية دمشق. وأثارت الأنباء تفاعلا بين الجمهور، مستذكرين مشاركتهما معا بثنائية حبش بشخصيتي شمس ودانييل في مسلسل كسر عظم بجزئه الأول. وعبر كثيرون عن صدمتهم بعد الكشف عن هوية خطيبها، فيما أكد آخرون أن انسجامهما أدى وجود علاقة تربطهما. ذكر أن الفنانة نادين تحسين بيك انفصلت عن زوجها السابق عازف الكمان وسيم الإمام بعد زواج دام 8 أعوام، وأعلنت طلاقها منه في عام 2018. ولديها منه ابنة تدعى لمار، وهي تعيش معها منذ انفصالها عن زوجها. يذكر أن نادين تحسين بيك من مواليد 1981، أي تكبر عن إياد عيسى ب 11 عاما. درست نادين الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وهي ابنة الفنان السوري والمخرج الشهير حسام تحسين بيك وشقيقة الفنان راكان تحسين ووالدتهما السيدة ناتالي رومانية الجنسية. خاضت تجربة الإخراجية الأولى عام 2014 من خلال الفيلم السينمائي القصير روزمانا. حاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان أيام المثنى الفيلم العربي القصير في العراق. ويعد إياد عيسى شاب سوري نشأ في مدينة حماة السورية في عام 1992، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2020. دخل عالم التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل أيام الحلوة، ونال على شهرة واسعة من خلال المشاركة بمسلسلات عدة أبرزها ترجمان الأشواق وحارة القبة. حسام تحسين بيك أكد في تصريحات صحفية لعدة مواقع أن الخطوبة صحيحة، وأنهما يخططان للاحتفال بزواجهما قريبا، مما أضاف نكهة من التشويق والفضول لمتابعي الأخبار الفنية.
يأتي هذا الخبر بعد فترة من إعلان المخرجة السورية رشا شرباتشي عن خطوبتها على الفنان الشاب إبراهيم الشيخ، مما جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع هذه الأحداث الرومانسية في عالم الفن. يمكن إنكار أن الحديث عن هذه العلاقة يتركز أيضا على فارق السن الكبير بين الثنائي. مما دفع بعض المتابعين إلى التعليقات الطريفة والداعمة والتي تعبر عن فرحتهم بالأخبار السارة لنادين وإياد. لا تنسوا الاشتراك بقناة عالم الفن.